رحمه على الإعلامي والصحفي اللي وفاة والمنية اليوم سي مالك الصغير، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. إذا اليوم توفى مالك، يظل كان زميلك سي محمد مالك الصغيري اللي فقدناه اليوم. كان يوم حزين فعلا، وكان تلقية لخبر رحيله معناها لم أكد أصدقه. مالك الصغيري عرفته وهو طفل في بيت والده الصديق الصادق الصغيري حين استضافني، وكان معناه وربما عمره عامين ولا ثلاثة. كان يعيط الوالده أبي، معناها وظل حتى كبير يعيط له أبي، وهذه من الحاجات ربما اللي بقات راسخة في ذهني. ثم استعدت العلاقة به كصديق ومناضل وزميل في محطات مختلفة، في الحزب الديمقراطي التقدمي، في طيار الإصلاح والتنمية. مالك الصغيري كان مناضل في الاتحاد العام لطلبة تونس وقيادي، كان صاحب أفكار، قاد فكرة رائعة جدا في تونس اسمها فكرة جيل جديد، كان فعلا ثائرا على الدوام، على أنماط التفكير، على ربما العلاقات الاجتماعية نقصد الاقتصادية، وكان متطلع إلى مجتمع فعلا مثالي. نهار اللي قامت ثورة 14 جون في 2011 مالك الصغيري كان في السجن، كان في زنزانات الداخلية، وأنا نتذكر تدخلت لدى السيد محمد الغنوشي آنذاك لإطلاق سراحه، والصور تخلد بالطبع وجوده في شارع الحبيب بورقيبة. مالك الصغيري الآن هو قيادي في التيار الديمقراطي، ولكن مر بمراحل عديدة، وظل نجم نقوله حالة نادرة في عمره. هو خريج دار المعلمين العليا، معناها صاحب أستاذية في التاريخ، ولكن عنده بصراحة قامة ورؤية. نترحم عليه فعلا سيد مالك الصغيري، تعازينا لوالده الصادق ولوالدته ولزوجته عزة، ولي إن شاء الله ابنه يكون خير خلف لخير سلف، تغمده الله برحمته الواسعة، الله يرحمه إن شاء الله، وإن شاء الله تجي مناسبات لتكرم هذا المناضل وهذا الشاب مالك الصغيري، الله يرحمه.